السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. وفي عصر الكورونا في مدينة سانت بيترسبورغ لينينغراد سابقا، بقول لكم الحلقة أو بنقل لكم الأخبار بتاعة البلد في الحلقة دي النهاردة. أولا أنا اللي ملاحظه أن الطلبة قليلين قوي، أو شكل الطلبة اللي احنا معتادين عليه قليل قوي في الشارع. واضح أن الدراسة ما بدأتش قوي، ولا بدأتش أصلا، في حاجة كده يعني. تحس ان فعلا الكثافة في الحياة اللي انا متعودها في التوقيت ده من السنة في سان بيترسبورغ مش موجود. ادي مشروع الشاورما للناس اللي مهتمة بالمشاريع الشاورما، موجودة في كل حتة، مش محتاجين جديد، او يمكن علشان موجود كتير فيعتبر مشروع ناجح، فاللي عايز يعمله ويكرره ويكرره وبارك الله في من رزق. نرجع تاني لموضوعنا، التغيير في البلد، الكورونا، الماسكات اللي بنلبسها باستمرار. طبعا البلد بعد كاس العالم هتقول ايه؟ عارفين زي في زياره للوزير، فحط الشجر يا عم ونظف ووقفوا كلكم زنهار. واول ما المولد انفض شالوا الحاجه. حلو العربيه دي. فبس المولد بتاع كاس العالم بعد ما انفض مدن كتيرة رجعت زي الاول. زي الاول يعني ايه؟ مش نظيفة قوي قوي يعني. ايه المناطق اللي مفيش اهتمام بيها اتثابت حوالين الملاعب؟ المناطق دي كانت فيها حتت زي ما مش مزابل، زي هي حاجة زي مزابل بس يعني مفيش اهتمام بيها، والطرق مكسرة رصفوها وزبطوها. بعد الدنيا ما خلصت ما بقاش فيه اهتمام، ففي حاجات رجعت اتكسرت تاني او اتهجرت، او الاضاءة اللي كانت فيها شالوها. يعني دي كانت من الحاجات اللي مضحكة في موسكو، في احد الاماكن قرب ملعب لوجنيكي. نرجع لموضوعنا، المدينة سان بيترسبورغ في مدينة زيها في اوكرانيا اللي هي لفوف، برضو ايه طراز اوروبي كده اكتر منها ايه طراز شرقي، لان يعني روسيا المفروض ان هي دولة شرقية. الحركة في الشارع موجودة، ما فيش كلام، احنا في وسط الاسبوع مش في ويكند عادي، لكن قليلة ضعيفة. الشغل والشركات والحاجات دي مش بتشغي ناس زي قبل كده. يعني عديت الصبح كان عندي مشوار في البنك ورايح بنك تاني، وكنت عند المحامي برضو لقيت الحركة. المحامي ده في المكتب بتاعه في بلازا او في مبنى بيزنس سنتر نقدر نقول، فالعدد قليل في المبنى من الناس اللي شغالة، وفي مكاتب قفلت او ما يعني مش شغاله في الساعه. احنا بنبدا شغل مثلا الساعه 9 لحد الساعه 10 ونص، مفيش حد جه، مفيش حد فتح بقى المكاتب اللي موجوده في الدور على الاقل والدور اللي تحتينا، وكده كده الزباين قليل، واضح انهم منفضين، وانا كنت اول زبون يعني ايه عندهم. نرجع لموضوعنا، او هو ده موضوعنا، الحياه في بيتر كيف تغيرت في عصر الكورونا او السنه دي. انا يمكن بقى لي فتره ما جيتش المدينه، فممكن فايتني كتير، لكن اللي انا ملاحظه زي ما قلت لكم موضوع الطلبه مش شايفهم كتير زي الاول. فالطلبه هنا ما بتفرقش معاهم الجو عامل ازاي، بيخرجوا في اي وقت. دي سان بيترسبورغ يا معلم، يعني الشرق والغرب مع بعض، اللي فيها مجمعه يعني ايه عناصر العالم كله، من اليمين من الشرق من الغرب والشمال والشرق الجنوب. كنت بقابل هنا ناس من إيطاليا، ناس من فنلندا، ناس من المجر، ناس من الأرجنتين. كان ليا أصدقاء كتير عرفتهم في المدينة دي، معظمهم كانوا طلبة وبيدرسوا، ناس من أمريكا أكتر من 18-19 واحد. إيه تاني؟ طبعا ناس أتراك، ناس من غير كده بقى العمال بقى كتير اللي من داغستان ومن الشيشان ومن انجوشيا ومن اوزبكستان طبعا حبيبة الملايين. هنا في شوية زي ما احنا على وضعنا في حتة التفتيش عند المترو. العربية دي انا بشوفهاش كتير في البلد، يلا خير. المهم في المترو دايما انت داخل بشنطة او حاجة معك لاجج كده، بيحطها على السير او الاكس راي عشان يكشف عليها. انتوا عارفين ان سانت بيترسبورغ اتعرضت قبل كده لهجمات تفجيريه، عملات ارهابيه يعني،
مش ارهابيه، قتل يعني، تفجير، اسمها تفجير. خلي الحاجات بمسماها. اللي يرهب ده يعني الارهاب يعني ايه؟ يرهبك، يخوفك، يقولك بخ، يخضك كده، ده الارهاب اللي هو يا اختي اترهبت انا كده، ارهبتني. لكن اللي بيحصل ده قتل جماعي، تفجير بتاع، اسمه يا تفجير يا اسمه قتل جماعي. تقتل مجموعه من الناس في وسط زحمه وبتاع، جريمه عاديه، مجرم قاتل فجر نفسه، فجر الناس، حط حاجه ماده متفجره، كله نفس الفعل. ده في نظري، وجهه نظري، وده الصح اعتقد. نرجع لموضوعنا كالعاده، المعمار بتاع المدينه جميل وكل حاجه، بس انا ملاحظ ان يمكن ما فيش اهتمام شويه. انا لما كنت هنا، انا اخر مره ما كنتش بتجولت كتير في المدينه، المره دي قررت ان انا اتجول، لان ما المناطق اللي انا عايزها قريبه من بعض، مش مستاهل ان انا اخد تاكسي واستناه وهكذا. ففرصه ان انا اشوف المدينه، فشايف في حاجات مش نظيفه او يعني ما بقاش اهتمام بيها، او كانت احسن من كده الاول يعني. بصوا المنظر، واحنا لسه في السنتر، ما راحش حته ثانيه. مش انا وصلت تقريبا مشواري، نكمل بعدين. نشوفكم على خير، حظ الله، السلام عليكم.